محباب للمديرة أحباب إذا أروا إلي وأنظروني إذا أروا إلي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
ربيعنا سيدنا محمد بن رسول الله وجميع اهل بيته وربيته وجميع اصحاب الجميع وجميع ازواج رسول الله ثم الى ارواح سيدنا محمد الله الى سيدنا وحبيبنا وقرتعنا وشفيعنا سيدنا محمد بن رسول الله وجميع اهل بيته وربيته وجميع اصحاب الجميع وجميع ازواج رسول الله ثم الى ارواح سيدنا محمد
يا الله، ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله قد أبيت وجعل الله لكل شيء قدرا.
الفاتحة من الكرسي وثلاثة من الوضحات والمعاصي.
ثم إلى روح والدنا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمذنبين ولا زائر ولا ذائر له إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو من الأنصاريين والمهاجرين والتابعين
إحسان إلى يوم الدين. مطمئن نفسينا الإمام الواجد هو سنة عمد الإزام وسنة الإمام مهيد الله من إزام وسنة الإمام الشيخ المعظم ذكر فرد محمد علي بآدم وكافة ساداتنا علي بآدم ذكر ووضع من مشارق الأرض ومغربية وسنة الإمام الأبي بكر الرحمن بن محمد الصقاء وكافة الله من أبي بكر رئيس المسلمين والحبيب أبو بكر بن عبد الله الإسلام وزينا لما مخرج ذلك بن سالم وأخي أكبر بن سالم بن محمد الحبشي صاحب الشيخ والأبيب يوسف بن عبد الأحمي وزينا الإمام الحبيب ومعبد الأكبر بن الأفضل وشي علي بن أبو مبارك وميلة بن زينا الإمام يوسف والأولياء القدم الرباني والغيث الصمداني والإكارم الفراني سيد الشعب الغاد الجلالي وإلى سيد الإمام الإرشاد والإبادة البلاد الحبيب عبد الله بن أبي الحجاج آمين الكريم والحبيب عبد الله بن علي الحجاج وسيد الإمام الشيخ أبن القاسم جنيدي بن محمد البغدادي والشيخ عمان بدوي وسيد الإمام مجدد الإسلام الشيخ أبي حامد بن محمد الغزالي وسيد الإمام القدوس الشيخ محمد سلمان بن الكريم المدني وسيد الإمام القدوس الشهيد الحبيب علي بن محمد الحبشي وسيد الشيخ محمد بن سعيد البوصيري والشيخ جلال الدين النوبي والشيخ مولانا جميل ومولانا عاصم وسيدنا الإمام الشافعي حسن الشريف والشيخ أبي عباس أحمد بن زاهر البولي والشيخ محي الدين الغلام النووي والشيخ أستاذ حجي النازلي والشيخ شمس الدين بن محمد الجزري الشافعي والشيخ محمد بن تونسي والشيخ المنصوري والشيخ سيدي مكي قدس ومعصوره وإلى أرواح الأنبياء التسعة ولشهداء الميت وصول المنصورين ثم إلى الأبي محمد بن يوسف الحبشي والأبي أبو بكر بن محمد الصقر والأبي صالح بن محمد العامر والأبي حسين بن محمد الحجاج والأبي بامر بن محمد الحجاج والأبي علي بن حسين والأبي علي بن أبي الرحمن والحبيب حسين بن أبو بكر الحجرون والحبيب صالح بن جدان والحبيب نوفل بن سعد جدان والحبيب محمد بن حسين الحامد والحبيب الشيخ بن محمد أبو بكر والحبيب حجرون بن سالم بن جهري وسورهم ونورهم ثم إلى الحبيب لما يا روحي الحبيب أبو بكر بن حسين الزكاة والحبيب حسين بن أبو الزكاة والحبيب صالح بن حسين الزكاة ثم إلى من زمنها ونبي من أجله وسببه وصلى في أبينا عادي أبي بن أسد وابن عادي سيدي مرضية بنت ياسرية وسورهم وقرهم والمنتسبين إليه خدمين خاصة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وصلى واغفر لهم بجميع الذنوب والسيئات وارفعوا بهن على الدرجات اولادهم ومن انتسب اليهم بالخلافه الحسنه والاكيد الصالح اللهم اغفر لهم وارحمهم وافي اموالهم اللهم اغفر لهم وارحمهم
الأبواب وفتح اللهم ارفع بفضلهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وانزلهم بالعيب والبرد والبرد ونجي من الخطايا كما انك تطلب الابيات من الدنس وامرهم دارا خيرا من دارهم وهذا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن اهلهم ومن عذاب النار ثم ذهب ذلك الى ارواح والدينا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات في مجال الأرض ومغربها واجعل اللهم ثوابا مثل ذلك في صائمنا وصائم والدنا والسادات الحاضرين أما الجميع بالرحمة والرحمة يا كريم يا كريم يا رحمة يا حنان يا حنان يا من السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعانا واختم صالحات اعمالنا واعمارنا وعلى الايمان والاسلام بان توفنا وانت راض عنا ولا تحن اللهم بغفله ولا تاخذنا على الغرب اللهم اقبلهم باذنك المطهور والردود إلى جنتك جنة الخلود إلى هذا المعدود وما المسلوب باقي أنك غرى لا مكفات ولا مدوة وقرش مروة ما الذين أمثال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل وكفى به عليما حشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الرحمة والمغفرة والصحة والعافية على أهل البيت اللهم انزل الرحمة والمغفرة والسلامة والشفاعة على القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة تنجينا بها جميع الحركات والسكنات والتقلبات وكفاية لجميع المهمات والمهمات والأديان وحفظ من جميع البليات والآلات والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وكل لنا جميع البليات وكفاية عندك على درجات ويانتنا لجميع الدعاء المقبولات ومصارات الخيرات وجدا من الأعمال الصالحات والخيرات للحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول وتمام كل سر ومأمول وإلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة القبول وتمام الشروط الحمد لله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ان الله الكريم يفتح علينا ما افتح على الانبياء والعلماء والاولياء والشهداء والصالحين من ايمانه من العلم والنور واليقين والحكمه والسبب والهدايه والتوفيق والبركه والحرث والاخلاص والرحمه والنيه وعلى كل نية الصالح خصوصا الى روح سيدنا ادينا فاطمه الزهراء سيدنا البتول رضي الله عنهما وبالخصوص الى سيد العلي بن الله وتعالى الكل الارشاد الاشهار وسلسله الحكمه الى الله تعالى وسلسله صاحب العوره والمولود والمقل باخر الحبيب علي بن محمد بن شيخ الحبشي وصالح وفرد وجميع الارواح اهل جميع الفرد وقدر ومحاوله البشر وجميع الارواح شيخنا استاذنا ومن علا من وجاد
ومن دعا ومن رحمة إليك ولمن حب إلينا وجميع الأرواح والدينا ولديكم وجدادنا أولادكم أولادنا أولادكم أهلنا وأهلكم وعبد المسلمين أجمعين ومن اتصل بنا حاسبين أو نسبين أو شيرين أن الله خلقنا بأخلاقهم لتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ويبدنا من أدادهم ينفعنا بركتهم وأسرارهم وأنبارهم وعلومهم نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوب ويستر عيوب ويسهل كل مسلوب بجاه الحبيب المحبوب إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
Yeah.